الفرنسي كانت سهلة زعما كانت في المتناول زعما لي مراجع وداكشي راه غادي تجيه سهل وحطوا لوفغ لي سهل كثر والاسئله يعني هي ماشي بالضروره انك تكون المقاري زعما مزيان المباركه هي انك تركز في لو تيكست وجاوب على كل شيء اسلاميات اسلاميات كانت شويه صعيبه سورتو القران كان حطوه شويه صعيب والاسئله غير مباشره والخص الواحد يبقى يتعمق ويفكر ويحاول يدير الجهد ديالو ولكن المهم داز كلشي مزيان الحمد لله. بالنسبه للفرنسي بركه ساعه ونص ماشي ساعتين وبالنسبه للاسلاميات انا نقول ساعه بحال هكاك ساعه وربع حيت خاصها الخدمه بزاف. نتفع على خير ان شاء الله يكون خير ان شاء الله حتى اللي جاي يكون محسن يا ربي. الحقيقه جد مسرور الظروف مواتيه الحمد لله هي وجدت بما فيه الكفايه سهرات تعبات وجهدات وكنتمنى يكون الخير ان شاء الله نتمنى يكون خير الحمد لله كنا مع قلبا وقالبا كنا مع مصايرينا مواكبينا بالليل وبالنهار الحمد لله تبارك الله عليها ما عندي ما نقول زعما اللي كيعمل واللي كيشد ربي ما غيخيبوش وكنتمنى الخير جميع التلاميذ وجميع الاباء تما اللي كيسهروا وكيجدوا تما كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله توفيق للجميع ان شاء الله. بالنسبه للعمر ديالي 53 سنه حاولت ما امكن انني نجتاز بحالي بحال التلاميذ كاينين الناس معنا تقريبا قرب العمر ديالي كاين اللي كبر مني كاين اللي صغر مني كاينين الناس كلهم مختلف الاعمار لكن هذا ما تيعنيش اننا ما خصنا نوقفوا خصنا نزيدوا نطابروا نجتهدوا ونكونوا عبره للاخرين وتنجد النداء الاخوان كل شيء يحاول ما امكن يجي يدوز الامتحان دازت هذه السنه كاينه السنه القادمه ان شاء الله تعالى ونزيدوا بانه راه بنادم الى واضب وحافظ حفظ راه غادي يجيب الله التيسير ونتمنوا التوفيق للجميع. بالنسبه للحراسه راه كانت حراسه يعني بمسؤوليه كانوا تبارك الله اساتذه في المستوى تواصلوا معنا تعاملوا معنا على اساس انه كيفاش تستعملوا الورقه باش ما تطيحوش في اخطاء وكانت الامور مزيانه تنتمنى من الله التوفيق للجميع. بالنسبه لهاد السن هذا راه ماشي سن كبير ولا راه كاينين الناس اللي عندهم 60 سنه ودوزوا البكالوريا كاين اللي عندهم 40 سنه ودوزوا البكالوريا ماشي شي حاجه غريبه بالعكس راه انا خص كيفاش غينظروا لي الناس اللي صغر مني كيفاش هاد السيد جا مسكين يعني باش نحاول ما امكن نعطيو فرصه للاخرين ويسروا الامور ديالهم ان شاء الله تعالى هادشي راه ماشي شي حاجه صعيبه راه ميسره ان شاء الله تعالى باذن الله وكلشي ان شاء الله تعالى غادي يجيب نتائج مزيانه وتنتمنوا التوفيق للجميع وليداتنا تاهما الله يسهل عليهم الله يسهل على امه محمد جميعا والسلام عليكم. الا كانت شيئا ما سهله في ماده الفرنسيه بالخصوص اما ماده التربيه الاسلاميه فان كانت 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 تشمل نوعا من الصعوبه كانت صعبه قليلا. في امتحان الفرنسيه استغرقنا الوقت الكامل ساعتين اللي كانت عندنا استغرقناها كامله. اما بالنسبه لامتحان تاع التربيه الاسلاميه وبحكم صعوبه الاسئله ديالو اللي ما استطعناش اننا نجاوبوا عليها كامله صراحه فلا انا ولا مجموعه من التلاميذ ما قدرناش اننا ندوزوا المده كامله تحت الضغط والى اخره جاوبنا على داكشي اللي استطعنا وخرجنا الحمد لله. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.